مش انا بص اقسم لك بالله ومليك عليا حرفان انا بحبك جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا كابتن. ولعت مسرح مصر لما كنت طالع مره بكرتون ومره عامل فيها اعتماد كان بيقول لك يا اعتماد. كنت روعه 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 روعه. ربنا يخليك ده انت اللي ولعت الدنيا. اقسم لك بالله على اون سبورت مالينا حكايه غير. بعد اعلاناتك كل مبيعات كوتونيل بقت في العالم. كنت بقول ايه؟ فاكر كنت بقول ايه؟ الشعب كله بقى بيلبس كوتونيل. من فضل وخوف عليك يا جميل، من فضل أنا البس. من خوفي عليك يا جميل. البس كوتونيل. البس كوتونيل. ها. واوجه رساله لمنتخب مصر اللي رحنا كاس العالم. فرعون اوباروسي. راح هناك وبقى حصاله خلاص خلاص بقى خلاص بلاش ننكد عليك. ليه في الموضوع؟ بلاش ننكد عليك. حبيبي يا عم ابراهيم. نكدت عليا انا شخصيا. اقسم لك بالله هتسلم على ايدي ممدوده. اقسم لك بالله العظيم. بقول لك ايه؟ وجهه نظري الشخصيه المتواضعه التي ليس لها لا بتتاكد بتتاكد كده. من وجهه نظر التي لا قيمه لها ابراهيم روعه الروعه. ربنا يخليك ده انت روعه الروعه يا راجل. هي روعه الروعه يا راجل. هي راجل. واحب في الاخر فيديو كده أيوة. اشكرك على حلقه النهارده. ربنا يخليك انت محامي. اقسم لك بالله حلقه روعه الروعه. كل شويه تقول لي يا راجل يا راجل يا راجل. تقول لي الحلقه يا راجل. بقول لك ايه؟ الواد هاني بنفسي بيحبك. تفتح انت فاجئتني والله. شايفني؟ لا الزاويه من عندي وحشه والله. كده من عندي اعمل زوم صعب قوي. كل مكان اعزائي المشاهدين والمتابعين عند ابراهيم. نعم 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 ان هذا الرجل محترم رجل كبير رجل عظيم. نعم ان ابراهيم نجم مسرح مصر القادم. ربنا يخليك يا كابتن رؤوف والله اتشرفت بيك جدا يا كابتن رؤوف. نعم اسمع واتشرفت بمن قاعد جنبك. نعم نعم اتشرفت بالساده اللي شرفونا النهارده استاذ عمرو. صح صح. اسم عمر. عمر استاذ عمر. بتلخبط ما بين عمرو وعمر يا راجل. يا راجل وعمر. ايوه هنا عمرو وهنا عمر. معلش حرام يديني ولا يهمك. حبيبي ربنا ولا ايه؟ يهمك ولا يهمك. الشاشه تقع. ولا يهمك. اسامه هيجي ورانا كلنا. اسامه يكسر بينا الشقه. شفت لما قال لك بسكت. اسمع اطلع بره. والله انا برحب بيكم كلكم ومبسوط ان الناس الجميله دي معايا. انا يا راجل يا راجل دي تاني ده تاني لقاء بيني وما بين سيكا وما بين عمر عطيه وعمر طبعا. قول اسمه بوش عمر عطيه. عمر عطيه يا حاج عطيه واللي خلف ما ماتش والله. ربنا يخليك يا راجل. شبله من ذكى الاسد يا راجل يا راجل. طب لو رؤوف هيقولها ايه ده؟ يا راجل يا راجل لازم علامة. وعمرو طبعا اللي ابتدى الصفحة ان شاء الله مكملين معاه ان شاء الله باذن الله. تابعونا يا جماعة وان شاء الله الفترة الجاية في شغل هيبقى حلو جدا وشغل من نار. شغل من ايه يا كابتن؟ من نار. نار يا حبيبي. نار يا حبيبي نار. انظر لهذا القصير الجبار. شنو هذا يا ابراهيم؟ ببعت رساله بقى. ببعت رساله للي حاططني جوه. عايز ببعت رساله للناس يعني يا عم. تابعونا يا جماعه ومحتاجين دعمكم بشكل قوي جدا الفتره الجايه واحنا مكملين بيكم. ميرسي لدعمكم وميرسي لمشاركتكم في الصفحه وان شاء الله. شكرا جدا لكم يا راجل. انت عملتوا طعم الصبح يا راجل يا راجل. حافظوكم على حاجه بقى. واستنوا حاجات عظيمه جدا ان شاء الله في رمضان. استنوا الراجل ده في رمضان هيكسر الدنيا باذن الله. هيكسر الدنيا باذن الله. اسمعوا مني اسمعوا انا بقول ايه. خليك يا عم ناصر. الحمد لله خليك. ربنا يخليك. بس هتكسر الدنيا برضه ان شاء الله. بس يا بابا بس يا بابا. بس انا اللي هيتقال لك انا يا حصان. هجيب لك عنه والعيال ونزل الشارع بتوعها كمان. برضه ثقة في الله نمبر 1. ثقة في الله ابراهيم نمبر 1. عربيات ثقة في الله نجاح. ثقة في الله عربيات واقصد واقوى رمضان في مصر على ابراهيم ولا بس مش لا عادي اقول والله يا جنب الناس الجميلة. اشكر جدا 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 كل متابعين ابراهيم وقرب لي بتاعتي محمد انس. اتفضل اتفضل خش زورنا محمد انس. خش زور. السلام عليكم. بس نورتونا يا جماعه والله. والله ده نوره. زورونا دايما كده من فتره للتانيه نطلع
بالناس الجميله العسل. لا 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 اقفل يا عبد الله، اقفل يا عبد الله، اقفل الكاميرا.